سويسرا الشرق، لقب أطلق على لبنان في فترة الخمسينات بسبب الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياحي. يطل هذا البلد الجميل على البحر الأبيض المتوسط الذي يحده من جهة الغرب. إذا كنت تبحث عن وجهة سياحية عربية ممتعة، اجعل لبنان وجهتك القادمة، فإن طبيعة لبنان وتنوعها الثقافي والتاريخي كنتيجة الحضارات المختلفة التي مرت عليه جعلته مقصدا بارزا للسواح. فهناك العديد من الآثار الأغريقية والرومانية والحصون والقلاع والكنائس والمساجد التاريخية والشواطئ، بالإضافة إلى المطبخ اللبناني المشهور عالميا بمأكولاته وحلوياته اللذيذة. كزدورة، كلمة لبنانية معناها طلعة أو تمشاية. خلونا نأخذكم على كزدورة حلوة. تشكل بعلبك أحد أعمدة السياحة اللبنانية، حيث تعتبر قلعة بعلبك أحد أهم الرموز التراثية، وهي عبارة عن مجمع أثري كبير يحتوي على أنقاض مدينة رومانية قديمة، فآثارها الجاذبة للسياح تشهد على عراقتها، فتقام فيها مهرجانات عالمية سنوية تستقطب أشهر الفنانين العرب والأجانب. اسمك يا صيدا من اسم الصياد، ناطرك يا صيدا من زهر البساتين، بابك لحبابك مفتوح عربي بقلبك والروح، بابك لحبابك مفتوح. من شرق لبنان إلى جنوبها، حيث مدينة صيدا الساحلية، وهي وريثة صيدون الفينيقية. تتميز صيدا بأنها عريقة وغارقة في التاريخ. زهر البساتين انت اللي محبين، مش رح نسأل انت مين مين. أتمنى أنكم استمتعتم بهذا التقرير البسيط عن لبنان، على أمل اللقاء بكم في تقارير أخرى.
وللتشجيع والاستمرار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب ونشر الفيديو لكل محبكم. انت يا رفيق العمر اللي علم.